كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب. ماذا نصنع فيه؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. المسلم لا يقول كيف. الآن نحفر القبر نحن بعد أن ندفن الميت نحفر بعد أيام. لا نرى لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا شيء. تؤمن أو لا؟ لماذا لك أجر عظيم عند الله لأنك تؤمن بالغيب تقول آمنت وصدقت وسلمت. قلنا لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الإسراء والمعراج ارتد بعض من أسلم لأنه لا يؤمن بالغيب نسأل الله عليه السلامة. أصدق هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لا أشك طرفة عين. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أنا ليس لي إلا الإيمان. عندما أصنع هذا أرتاح. إذا بدأ الإنسان يوسوس يسأل لا تنتهي الأسئلة حتى ينتهي للكفر نسأل الله عليه السلام. الآن مثلا عندنا في الدراسة المدارس الحكومية عندما تكون في السنة الأولى هل تستطيع أن تسأل المدرس عن كل شيء؟ لا، يقول سيأتي في السنة الرابعة في السنة السادسة. إذن الآن نحن في مرحلة هنا لابد نؤمن بالغيب. تؤمن ترتاح. تشك قد تكفو. صلى الله عليه وسلم.